ماذا يعني لك المسيح الذي فصل ميلاده التاريخ؟ هل تعتقد أن زيارة المسيح تركت تأثيرا كبيرا في العالم؟ هل انتهى دور المسيح بعد صعوده إلى السماء؟ برنامج أكثر من رأي، حوارات وآراء هامة. أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي، بث مباشر الآن على قناة الكرمة الفضائية العالمية. أنا سعيد جدا أن يكون معنا ضيفين مباركين، وخاصة أنه معنا اليوم بالاستديو أخونا الحبيب الأخ كارلوس سمعان، اللي طبعا طلع معايا مرتين يمكن أكثر شوية بالبرامج، بس طلع معايا على سكايب وهو يسكن كان أو ساكن لازال في مدينة بيرث، فلكن بنعمة الرب هو الآن سافر وإجا زيارة طبعا على سيدني وموجود معي في الاستديو. وهذا طبعا أمر مش سهل، لأنه هو عنده شلل رباعي نتيجة حادث أصيب به من عدة سنوات، يعني حوالي 8 سنوات، كان بسيارة مع صديقه وطبعا قلبت فيهم السيارة، لكن بقي مكانه، يعني هم أغمي عليه وانطقت الرقبة من هنا وصار عنده الشلل، وطبعا حادثة فظيعة جدا، مفاجأة كبيرة على شاب في حياته بأول رحلة العمر بالشباب، يصحى يلاقي حاله بالمستشفى تماما انتهى كل أمل بالنسبة له، لكن الرب حول الموضوع وحوله للخير، لأنه مكتوب كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. فتح عيونه لقى أحد منه الأسيس الفاضل اللي معنا الآن أيضا بالاستديو، الأسيس يوسف ميخائيل، راعي الكنيسة الرسولية في بيرث، الرسولية العربية في بيرث. فأهلا وسهلا أولا بأخونا الحبيب الأخ كارلوس، الرب يباركك وشرفت البرنامج. فرحان كثير أن يكون معك أسيس جون بالاستديو في سيدني، وشكرا لفريق العمل كله اللي ساعد أنه هاي اللقاء ينجح، وشاكر جدا لمحبة الأسيس يوسف راعي كنيستي في بيرث أن يكون معي كمان بنفس التوقيت. الرب يباركك، أهلا وسهلا فيك، ونشكر رب من أجلك، والرب يستخدمك باسم الرب يسوع المسيح في هذه الزيارة اللي طبعا معتبرها زيارة مش سهلة لشخص مثلك وضعه صعب جدا، وبعد شوي رح نشرح الأفكار. وأهلا وسهلا بحضرتك الأسيس يوسف، نشكر رب من أجلك، يعني الرب كان معين لك برنامج رائع أنك تكون معين قوي للأخ الحبيب الأخ كارلوس بعد الحادث. فتح عيونه لقى أحد منه رجل دين خادم الرب، الأخ أسيس يوسف ميخائيل، ربي باكك. تعيش يا أسيس، أنا بشكر رب لأجل فرصة جميلة موجود فيها، مش على سكايب لكن جنبي حبيبي وابني، أنا عندي 4 أولاد وكارلوس ابني الخامس ابني الكبير، وأحب أقدم شكر لحضرتك لأجل اهتمامك الشخصي واهتمام قناة الكارما والبرنامج أكتر من رأي بكارلوس، وده كان واحد من البركات الكتيرة اللي ربنا بارك بيها كارلوس في حياته خلال 8 سنوات بعد الحادث. الرب يباركك، أنا بشكركم لأنه حضرتوا وشرفتوا البرنامج، ونشكر رب أنه فعلا أنا زي ما تقول كنا عم نتكلم عن الموضوع وعم نشوفه كان صعب جدا، التنقلات وبده يجيب معه المعدات اللي محتاجها الأخ كارلوس، فالأمر مش سهل. أخ كارلوس أهلا وسهلا بحضرتك، بدنا نحكي قليلا عن الاختبار اللي صار معك، أو مش اختبار، هو الحادثة الأليمة، يمكن كتير ناس سمعوها بالمرات السابقة بس الآن يمكن حيشوفوك هيك بالاستديو، وحيشوفوك كمان أنه أنت شوية عالي يعني، بس نحن معلين لك الويلتشير، شو بسموه بالعربي الويلتشير، الكرسي المتحرك. فأهلا وسهلا فيك، وياريت نسمع منك ولو هيك في البداية بسرعة كيف صارت الأمور. كنت شاب ضايع بعيد عن الرب، ما بعترف بشي اسمه إله في حياتي. قررت فجأة في عمر 24 سنة أنا أعمل الصح، وقررت أني صير إنسان بده يعمل الشغلات اللي منيحة مش الشريرة. ووقتها انصدمت وتفاجأت بأنه ما عم أقدر، أنه إذا أنا إله نفسي وأنا بقدر أعمل اللي أنا بدي إياه، ليش ما عم أقدر أعمل الصح؟ ليش لازم أعمل الغلط؟ وقتها تفاجأت بأنه في قوة أكبر مني. وقتها بدأت برحلة البحث عن الله، ومن بعدها بدأت أتصارع أقول له يا رب إذا أنت موجود حل وفك القيود عن حياتي، أنا ما بدي أعمل الشر، ما بدي أعمل الخطية. وبدأت برحلة صراع، وكنت عايش في سيدني، وبعدين انتقلت في سنة 2010 لبيرث. وفي بيرث هناك في رحلة العمل، كان السائق المهندس معانا، ولما صارت الحادثة السجون انقلبت السيارة بطريقة مخيفة، تعرضت هو طبعا ما صار عليه شيء،
ولكن أنا صار عندي انقطاع بالتنفس وصار عندي كسر بالرقبة وصار عندي انفتاح بالرأس ونزيف بالعين، وصاحبي اللي كان بسوق السيارة صار يجرني برات السيارة وبعيد، وتآكل جسمي من جهة اليمين، الجنب اليمين تآكل كله اللحم. ولكن أصعب شيء صار معي هو أنه كسر بالرقبة وانفصال النخاع الشوكي عن الرأس، وهذا أدى إلى دمج كامل، وأنا من هون والتحت كله ما بحس ولا بحرك جسمي من 8 سنوات ولحد الآن. بس دلوقتي بنشوفك نحن أخ كارلوس ابتديت تحرك إيديك، ودي يعني بركة عظيمة أنه الرب ابتدى يعني يورينا نتائج الصلوات ونتائج مجهود أنت عم تعمله كمان بالرياضة، مش هيك؟ نعم. الدكاترة قالوا أنه أنا يمكن موت، يمكن ضل على التنفس الاصطناعي سنة كاملة، ويمكن يصير عندي برين دامج اللي هو شلل دماغي. نعم. ولا واحدة من هدول صارت، وقالوا لي أنه أنت ما حتقدر يمكن حتى تحرك كتافك شوي، ولكن بنعمة الرب الغني بدأت أعمل كتير شغلات. وطبعا هي رحلة حياة مع الرب كانت، ووقتها في مواجهة الموت صار الافتقاد الإلهي، تدخل الله في الموت لحتى أطلع منه حياة، وتدخل الله في حياتي بطريقة معجزية وبدأ ينظف ويشكل بحياتي، ودليل أنه في خطة إلهية. الله أرسل في العناية المركز وأنا على فراش الموت الأسيس يوسف ميخائيل اللي فعلا كان بركة لحياتي، والكنيسة العربية كانت مصدر للتنمية تبعي وكلمة الله المقدسة، فدأت أتنظف من إنسان عتيق وانخلق وانولد ولاد جديد وأكبر وإنمى في النعمة، بدأ يأثر على حياتي كتير، بدأت الابتسامة والراحة والسلام اللي كانوا مفقودين عندي 28 سنة من حياتي لقيتهم، ماني حاسس بوزن، ماني حاسس بضعف، ماني حاسس بألم، تحول ضعفي لقوة. وهذا لو حدا بيقدر يفسره، لكن أنا ماني قدر إلا أعيشه، لأنه قوة الرب في الضعف تكمل. تعليق أخير، أي جب أسود، أي حدا بيقع بجب الأسود السيس جون لازم يتاكل، والظروف والأمراض هي أسود بتنهش بلحم الإنسان. ولكن مرة وقع فيها إنسان تقي بيحب الرب اسمه دانيال، وتحول لمكان راحة وأمان وسلام، والناس من بعيد تشوفه قاعد مع الأسود وتستغرب ليش هذا ما عم تاكل الأسود، وهذا اللي أنا شايفه بحياتي الآن يا أسيس جون. مجدا للرب. وطبعا مقلوب ما في تفسير إلا افتقاد إلهي. يد إلهية عظيمة جدا جدا. طبعا أسيس نحن حكينا على الموضوع بالحلقات السابقة أو حلقتين من زمان، يمكن أكثر من أحبائنا ما سمعوش اللي صار. إيه اللي وداك على المستشفى بالوقت ده، أو هل المستشفى اتصلت بحضرتك حتى تتكلم مع شاب ما بتعرفوش وبحادث عم يعني بحالة الموت؟ أيوه. نعم فعلا حصل اتصال بينا، وجرينا بسرعة لقينا المنظر اللي كنا يعني يمكن ناس كتير شافته في الفيديوهات اللي نزلها أخونا كارلوس. والحقيقة يعني لما روحنا وصلنا كان معايا زوجتي ميرفت، ما حسناش بأي أمل إنه الشخص ده ممكن يعيش بسبب الشكل الفظيع اللي كان موجود، وده برضو التقرير اللي كانوا بيقولوه الأطباء. لكن بعد 8 سنين الرب عمل أمور عظيمة جدا، وده موضوع حلقتنا إن إزاي الله بيتدخل في المصائب. يعني الله كبداية عايز أقول أسيس، الله مش بيصنع المصائب، بديهي جدا. الرب مش ممكن يكون مثلا في حرائق في سيدني، في العراق، في سوريا، في مشاكل في كل العالم، مش ممكن الله العظيم الرائع اللي خلق الكون وخلق الإنسان بعد ما خلقه يحرقه. لكن هو برحمته وبنعمته بيتدخل في المصائب. وعايز أقول أعظم تدخل الله عمله في مصائب الإنسان إنه جهز مشروع للخلاص. ما هو كل المشاكل بتيجي بسبب الخطية. الخطية ولدت في الإنسان غرور، الغرور خلى الإنسان مثلا يبقى عنده طمع، ونتيجة الطمع الناس مش يعني ما فيش اهتمام حتى بالقواعد بتاعت حفظ البيئة أو حفظ الطبقة بتاعت الأوزون. الكل عايز يكسب، الحرائق زادت، الأمراض بتاعت الكانسر زادت. ربنا عنده مشروع يحل فيه المشكلة الداخلية، مش أعراض المشكلة، مشكلة الخطية الأساسية. ومشروع الله لخلاص الإنسان بأنه أرسل الرب يسوع المسيح المخلص والفاني. لو المشكلة تحلت من الجذور، لو قبلنا خلاص المسيح، لو قبلنا عمل المسيح لخلاصنا، أعتقد الأمور ممكن تبقى نتائجها أفضل بكتير جداً من اللي بيعيشوا العالم من مصايب ومن مشاكل. امين. اشكرك جدا اخ كارلوس. طبعا يعني لما ابتديت خلاص صحيت
ولقيت حالك انه انت يعني قالوا لك الاطباء لابد انه قالوا لك انه ما فيش مجال تتحرك من هنا ونزول خلاص. وحضرتك ما كنتش كنت عم تقول انه انت ما عندكش ايمان انه الله موجود. ما هو التفكير الاول الذي اصابك انه طب انت الله ما بتامن فيه وانت زي ما تقول يعني بمفردك واجه الطيارات وواجه الامواج؟ استاذ جون انا كنت عم دور على سلام سلام ما اخترعه على نفسي ما اضحك فيه على نفسي، كنت عم دور على الرب انه هو اللي يعلن ويثبت نفسه لإلي. نعم. وهي كانت لحظه تصدق مع النفس لاني انا بضلت اقدر الخطيه اللي كان طعمها حلو بحياتي صار طعمها مر. فوقتها انا كنت بقول له رب انت اللي اثبت ذاتك. وفعلا لما صحيت من المستشفى وانا فتحت عيوني دماغي ما اشتغل الا بعد شهرين من الحادثه. يعني انت مش عم تعرف شو عم بصير حواليك يعني مايدلي يعني خفيف لانه الفول فانكشنينج والاندرستاندينج انه انا صير افهم كويس شو عم يصير حولي اخذت تقريبا 8 اسابيع. السر والشيء الغريب بشهاده الاسيس يوسف اسهامي كبيره عريضه لحد الان. وسؤالك مش منطقي بالنسبه لي لانه الناس عم تقول انه ممكن يبتسم شوي ممكن انه يتقبل الموضوع مبدئيا، ولكن الابتسامه عم تكبر والسلام عم يزيد والثقه عم تمتد بالرب لانه اللي اشتغل فيه هو الرب يسوع المسيح اللي روح القدس اللي انسكب فيه ما اعطاني مجال اسال هذا السؤال. وانا مشغول بمحبه الرب فيي اللي انا ما صار عندي اي رده فعل اوليه استاذ جون. ما صار عندي اي رده فعل اوليه انه ليش صار معي هيك، وكاني انا منتظر انه الرب ينقذني من شيء معين في حياتي. وكان هذا الشلل اللي سبب العالم والظروف والحادث والشغل كان سبب انه الله يتدخل لحتى يحميني من الضعف والاسئله الصعبه اللي بتسال الناس لنفسها، ليش انا لحتى يصير معي هيك؟ ليش لحتى الله يتدخل بهاي الطريقه وهي الشكل؟ الله عارف انه رح يصير شيء صعب وبنفس الوقت عارف انه حيتدخل. وهذا بذكرنا بقصه اتون النار. نعم. النار اللي بتاكل الاخضر واليابس واللي بتقتل كل حدا للظروف والحروب والامراض اللي عم تسواجه الناس. لما ناس امناء دخلوا فيها السيزيون تحولت للعكس تماما، بردوا سلام وامان، واللي كانوا يامنوا فيه الرب بالروح شافوه بالعيان وبالجسد في اتون النار. فهذا اللي صار معي. اختبار رهيب. طيب اسيس طبعا احنا بعد ما ناخذ التعليق الثاني من الاسيس يوسف في ترنيمه رح نسمعها كتبها الاخ المرنم سامر البطارسي. هو كان المفروض يكون معنا على سكايب بس لظرف معين ما قدر يتمكن لم يتمكن. كتبها ولحنها ورنمها بتتعلق بحياة الأخ كارلوس، وده اختبار يمكن نسمعه بعد شوية من الأخ كارلوس. ما بعرف إذا بتحب بعد ما نسمع من الأخ يوسف الأسيس يوسف نسمع من حضرتك قبل الترنيمة ولا بعد الترنيمة التعليق، شو بتحب أفكر فيها بكون حاجة. طيب أسيس يوسف أنا بدي أتكلم عن نقطة مهمة. هل يتألم المؤمن كغير المؤمن؟ يعني المؤمن بيتألم وغير المؤمن بيتألم، وبعدين في فرق بيناتهم؟ طب ليش إذا أنا مؤمن بدي أتألم؟ هذا الكلام اللي كان عم يتكلمه الأخ كارلوس كمان. يعني. نعم. سؤال حلو، سؤال مهم. نعم. الرسول بيقول في رومية 8 إن الخليقة كلها، كل الخليقة تئن وتتمخر. وبعدين رجع بعد كده قال في العدد تقريبا في نفس الأصحاح نحن الذين لنا باكورة الروح. نعم. نحن أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجساد. يعني حتى كمؤمنين نئن. نئن. نعم. وبعدين برضو الرسول بيقول في نفس هذا الأصحاح إنه من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ من سيفصلنا عن أشدة أمر؟ لاحظ الضمير هنا أسيس، مش ما سيفصلنا لكن من سيفصلنا، لأن في شخص عايز يستغل الحوادث أو المصائب أو الظروف دي عشان يحط حاجز بيننا وبين المسيح اللي هو الشيطان، اللي هو الشيطان بكل تأكيد. فمحبة المسيح أسيس، عايز أقول الملاحظة دي، محبة المسيح مش بتفصل الظروف الصعبة الشدة أو الضيق أو الاضطهاد أو الجوع أو العري أو الخطر أو السيف. يس. محبة المسيح مش بتفصلها. لكن الحاجات دي مش بتفصلنا عن محبة المسيح، الشدة والضيق والجوع وكل الليستة اللي حطها مش هتفصلنا عن محبة المسيح. ويكمل يقول بل في هذه، مش من هذه، في هذه يعني جوه الظروف دي، في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. أنا بشهد النهاردة، أنا جاي شاهد. نعم. وبقول زي لوقا الطبيب أنه تتبع كل شيء من الأول بتدقيق. أنا تتبعت مع كارلوس كل الظروف على مدى 8 سنوات، بشهد النهاردة قدام كل الحبايب اللي بيشوفونا أنه في هذه جميعها يعظم انتصارنا. إحنا
ككنيسة في بيرس. نعم. وكل الضيوف الأحباء اللي بيجوا يزورونا وحضرتك برضو لما أديك شفت بنفسك. نعم. بيشوفوا عظمة نصرة المسيح في هذا الشاب. هللويا. عظمة انتصار المسيح. مش التجربة انتصرت عليه. نعم. مش العجز هزمه أو مش الحادث قهره. نعم. لكن هو بنعمة الرب حقق انتظار عظيم. الرب حقق فيه لأنه مكتوب يعظم مش بس انتصار، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. نعم. كل يوم في الرحلة بتاعت الثمان سنين دي أسيس جون، كل يوم بنشوف حاجات جميلة، كل يوم بتشوف اختبارات حلوة، كل يوم كارلوس الرب بيستخدمه غصن مثمر لمجد اسم الرب يسوع. هاليلويا هاليلويا، مجدا للرب. أخ كارلوس، أخذت قرارك تحكي عن الترنيمة قبليها ولا بعديها؟ أحكي قبل. قبل؟ طيب تفضل. بشكر الرب لأجل أخي وحبيبي وشريكي سامر بطارسي، مرنم رائع إجا لعنا زيارات كتيرة. واحدة من الزيارات اللي كان عنا لما رجع لبيته وحكى لي الاختبار اللي صار معه، إنه واحدة من الليالي هو عم يفكر إنه لو انضرب معه أصبع صغير، هو بيعزف آلات موسيقية كتيرة في ترنيمه، ففكر بحال لو أصبعه من أصابع صغيرة تعور شوي رح يفقد خدمته، رح يفقد ترنيمه، رح يتألم كتير. فهو مستغرب كيف شاب بعمره قادر يتحمل شلل رباعي كامل ويعزي ويصبر ويفرح مع أولاد شعب الرب. وقال لي من وقتها الليلة كلها أخذت معه لحتى الرب بدأ يلمل على روحه هاي الكلمات، وطلعت معه فعلا كلمات مؤثرة ومعبرة. أنا نفسي لما بسمعها بتأثر فيها. الرب يبارك، الرب يباركك ويباركه ويباركك أخ سامر، حتى وأنه وإن كان ما فيش إمكانية تتواصل معنا، لكن ربما يكون في إمكانية الآن إذا الرب سمح، حتى لو اتصال تليفوني نسمع منك، ليكن اسم الرب مبارك. حضرة المخرج، نحن بنعمة الرب جاهزين ناخد من حضرتك تعلن الترنيمة من فضلك. علي يا خي اسمع مني هالخبر، علي يا خي اسمع مني هالخبر، الله موجود وحاضر قريب منك عايش فيه. طلع علي يا خي اسمع مني الله موجود وحاضر قريب منك عايش فيه. إذا عمرك ما سمعتش عنه أو سمعته هارب منه، إذا عمرك ما سمعتش عنه أو سمعته هارب منه، بس قلبك عيد فكرة جرب مرة ودع لعنده، جرب مرة ودع لعنده. اسمع مني اختباري ويا ريت تختار اختياري، تتجرب حياتي جديدة وتشاركني انتصاري. اسمع مني حياتي جديدة وتشاركني امتصالي. أنا بالماضي كنت أسير وخطيتي كبير كتير، أنا بالماضي كنت أسير وخطيتي كبير كتير، كنت بقول ما في إله بلا، كنت بقول
بشكر الرب لأجل هذه الترنيمة الرائعة اللي طبعا مثل ما قلنا في البداية لحنها كتبها لحنها ورنمها
خادم رب الأخ الحبيب الأخ المرنم سامر البطارسي، خاصة أنه لما تقابل مع الأخ الحبيب الأخ كارلوس وشاف حالته وقعد يفكر أنه هو لو روح أصبعه بس حيعمل إيه. فدي كانت من وحي يعني الجلسة مع الأخ كارلوس. طبعا حسب ما شفته أنه في أشياء كثيرة مثلا من تدريبات وغيرها عملها الأخ كارلوس، رح نسمع منه، لكن بدي أخذ تعليق أولا من الأسيس الفاضل الأسيس يوسف حول هذه الترنيمة، إذا في شيء معين لما أسألك. رب يباركك أخويا سامر. أخ سامر زارنا في بيرس يمكن 4 مرات أو أكثر. نعم. وهو حد قريب جدا مننا، يعني نعتبره واحد مننا الحقيقة. نعم. وبس عايز أقول حاجة، أنه لحسن الناس تفكر أنه الله إلهنا العظيم بيخلي الناس يخشوا في مصايب عشان يتمجد فيها. لا، ده إله نرجسي ما نعرفوش. وده سياسة حكومات فاشلة أنها تدخل شعوبها في مشاكل وتحاول تحلها عشان تبين لهم. لا، الله بيتدخل في الظروف بتاعتنا لما بنعدي في أزمات أو في مشاكل، ويقدر يطلع منها حاجة جميلة. مش هو بيصنعها يا أسيس. طيب سؤال، مش هو بيصنع الحاجة عشان يتمجد فيها. لا، هو فعلا الموضوع أنه الله هو صالح في كل طرقه. نعم. بس هل هذا يعني أنه الشيطان يعني تاركه ربنا سايبه يعني يلعب فينا بالطوبة يعني مثل بوب العراقي، وبعدين هو بيتدخل بعد ما هو يخرب حياتنا الشيطان مثلا؟ لأنه ده موضوع أمر خطير. هل أنه مثل ما قال الكتاب الأرض مسلمة بيد الشرير، هل هذا انه فكر ممكن نحن يعني نقول صارت لانه الشيطان مسيطر على الاحداث، او انه ممكن مثلا الذي يزرعه الانسان مثلا اياه يحصد ايضا؟ شو فيك يعني موضوع خطير شويه. موضوع خطير. نعم. وليه اسباب كثيره اساس. نعم. يعني مش هنقدر الحلقه لان فيها حاجات كثيره وفي اتصالات. طبعا بدون شك رئيس هذا العالم ده تقرير من المسيح هو ابليس. احنا في مظله الرب. نعم. المؤمن في مظلة الرب، مش معناته أنه هو مش هيعاني زي ما قلنا، لأن إحنا الذين لنا بكورة الروح بنقن برضو. نعم. لكن الفرق أسيس أن إحنا معانا الرب اللي يقدر يحول الألم ويحول الظروف ويتدخل في ظروفنا الصعبة ويتمجد فيها ويطلع منها حاجة تمجده. الأمر الثاني المهم أسيس اللي بنشوفه في حالة كارلوس وحنسمع منه، أن الله ليه شغل داخلي. يس. الله اتعامل مع كارلوس من خلال الحادث عشان يعمل منه إناء للكرامة نافع للسيد ومستعد لكل عمل صالح. مش هقدر أعدد لحضرتك. نعم. كمية النفوس أو أعداد النفوس اللي استفادت من الابتسامة اللي كان بيحكي عنها كارلوس. نعم. من الصبر وطولة البال والتحمل والشكر والرضا اللي الرب ادهوله. نعم. فالله بيتمجد في ظروفنا الصعبة. آمين. أيا كان أسبابها، ليها أسباب مختلفة. هو طبعا يعني يبقى الأمر واللغز موجود في هذا العالم، لكن دائما نؤمن أنه الله صالح ومحب، ولو أنه سمح بأمور سمح يعني الشيطان بده يتدخل، بس نعم. الله بيسمح، مش لأنه هو يريد، بس يسمح لكي ما يخرج من الأمر بركة. مظبوط. لأنه الله محب. نعم. وبيتعامل مع النفس البعيدة مثل ما كان الأخ كارلوس، كان لا يؤمن بوجود الله. نعم. فالأمر مش سهل، بس أنه ما بدنا نخلي الناس تفكر أنه الشيطان بيلعب فينا مثل ما بده. لا، ولا الله ولا الله بيدخلنا في الظروف دي. يس. بعد إذنك. يس. يس. مش بيعمل هو المصايب بتاعة. نعم. العالم عشان يوريهم قوته، لكن بيتدخل في الظروف اللي ممكن في يكون لها أسباب كتيرة. يس. عشان يطلع منها. أم. شيء عظيم. فإذا أهم شيء أنه نوثق أنه الله هو فوق الكل. نعم. مكتوب فوق العالي عاليا يلاحظ، والأعلى فوقهما هو الله. الله فوق الكل وهو ضابط الأمور كلها، لكن لأنه إله صالح يحول أي شيء يسمح به للخير. بس الموضوع أكبر بكثير من عقولنا، إنما نثق أنه الله هو الذي يجري كل شيء للمسرة، مسرة الله وقصده أن يخلص الإنسان ويكون في خير ومجد للرب أيضا. أخي الحبيب، نحن شفنا أنه عملت تدريبات كثيرة البرنامج. أنا حسب ما بتذكر أنه 2014 كنت معايا على سكايب، 2017 كنت معايا حضرتك، وهلأ دلوقتي هلأ معايا ب 2019. فمن سنتين لحد هلأ، لحد دلوقتي بالمصري، في تحسن كبير بالنسبة لصحتك وحركتك. أنا يعني يمكن هيك شايف. تفضل. من بعد 2017 تحديدا 2018 وهي السنة 2019، أمور عظيمة وعجيبة الرب عملها فيه ومن خلالي. نعم. أنا بشلل الرباعي الكامل باحتياج لعناية 24 ساعة. بيتي وحياتي عبارة عن مستشفى وعن مركز للعلاج. حياتي اليومية
أنا لا بقدر حرك ولا بقدر حس ولا بأي شيء بجسدي، فأنا محتاج ناس 24 ساعة تعتني فيي. رغم هذا الألم ورغم هذا الاحتياج، الله سكب في قلبي قوة غير اعتيادية وسلام غير اعتيادي، أنه أنا يكون عندي قوة نحافظ على جسدي، وهي القوة سمحت للرب أنه يتعامل وإرادي بقوة غير اعتيادية. ضعفي أظهر فيه قوة المسيح يا أسيس جون. أنا في ضعف مثل هذا مين ممكن أحتاج؟ لمين ممكن ألجأ؟ مين ممكن يقدر يعمل شيء لأجلي غير الرب نفسه، الرب يسوع نفسه؟ تخيل أنا بشوف نفسي في أيوب أيضا. أيوب اللي كان بيسمع عن الرب في إيمانه قبل الظروف، بعد الظروف انتهى كل شيء، عيلته صحته أملاكه كل شيء انتهى، بيقول له للرب في قلب الظروف، وهذا العجيب وهذا اللي بأكد كلام القسيس يوسف، بيقول له بسمع الأذن سمعت عنك، أما الآن فقد رأتك عيني. وأنا طول ما أنا في الظروف أنا شايف الرب قدامي، سائر قدامي وعم يخليني اطلع من مجد لمجد ومن قوة لقوة. صحتي الدكاترة تعجبوا أنه أنت أكتر شيء في حياتك ممكن تعمله أنك تقدر ترفع أكتافك 5 سم وتنزلهم، هاي حتكون أنه أكتر شيء بترجعه، ولكن الحركة اللي حتحركها وأنا على مانيول تشير مش إلكتريك تشير، هاي لحالها كانت معجزة أزهلتهم. وأنه إيش معنى أنت الوحيد اللي منعرفه في العالم اللي عندك الشلل الرباعي الكامل وقادر تعمل هيك وقادر تحافظ؟ معظم الناس اللي أو الأغلبية بيخسروا 80% من عضلاتهم من عظمهم ومن جلدهم وبيحافظوا على 20%، كل شيء بصير ويستد بيفقدوه. أنا العكس تماما بتقارير من الدكاترة، اللي خسرت 20% وحافظت على 80%. وهذا بيبين قوة عمل الرب. وأنا عم أعمل هيك لأني عندي سلام، لأني عندي قوة، ما مشان اتحسن ولا مشان أنا جيب بعضلاتي الصحة ورجع جسدي أبدا، أنا عم أعمل هيك لأنه عندي سلام، سلام يفوق كل عقل. لا أنت ولا أنا يا أخوي بنقدر نستوعبه، ولكن تسمح للرب يتدخل بظروفك بيقدر يعمل الأعظم من ما أنت تتوقع. آمين آمين آمين. فإذا يعني عملوا لك تدريبات وغيره وغيره، وحتى أنا بعرف أنه زرعوا لك تشيب بظهرك، ودي أعطتك كمان دفعة تانية، بس هلأ مش عم تستعمل التشيب دلوقتي. لا. مش عم تستعملها، لأنه تشيب أحبائي لو استعملها بتعطيه مجال أنه يرفع إيديه أكتر ويعمل عضلات وكذا، بتعطيه أوامر من الدماغ، يعني في شريحة حطتها بجسمه، حطوا له إياها بجسمه. بس أنا سمعت من حضرتك أنه تفاجئوا الأطباء أنه دي الشريحة مفروض تساعد الرجلين، قامت ساعدتك باليدين، ليش؟ رحت على تايلاند بشهر 3/2019 لمدة 6 أسابيع لأجل الخلايا الجذعية، لأجل زرع الخلايا الجذعية وزرع الشريحة الكهربائية، والمخرج لو في إمكانية يورجي الصور تبعت تايلاند والشريحة. وهون أنا بهذا المستشفى رحت بعد إصابة 8 سنوات على ويلتشير، شلل رباعي كامل، لأعمل شريحة مثل هيك بأسفل الظهر. قالوا لي الدكاترة أنت إذا في أمل ممكن تقدر تحرك رجليك شيء بسيط بالشريحة، ولكن الآن وأنا رحت زرعت الشريحة وعملت ريكفري من العملية، بيتفاجئوا الدكاترة لما فعلوا الشريحة انه مو بس الاجرين بتتحرك برضو الايدين، فلما بتتفعل الشريحة بقدر احرك اصابعي وبقدر افتح ايدي بطريقة ازهلتهم. اخذوني على مستشفى تاني، عملوا لي فحوصات خاصة، عيطوا لكل البروفيسورز والدكاترة وقالوا انه نحن بعمرنا اول واحد عيطوا، يعني نادوا لانه بالمصري عيط يعني بكي. لا الله يحمينا من الحياة. فكلموهم وجمعوا كل البروفيسورز والدكاتره في مستشفى تاني لحتى يشوفوا انه ليش انا اول والوحيد اللي في العالم لهي الشريحه تشتغل على ايدي. واكتشفوا انه الجهد واللي عملته خلال كل ال8 سنوات هذا كان كريدت لإلي، رصيد. فعلى اساسه قلت لهم اتفرجوا على الفيديوهات تبعي بقناتي على اليوتيوب. ليش؟ لأنه قناتي على اليوتيوب تشهد وبتوريهم بالتفاصيل الرياضات اللي بعملها، زائد بتشهد عن عمل الرب لأنه كلها مليانة ترانيم وبترجع المجد والقوة لله، ووعدوني ومستمرين طبعا بالمتابعة معي على قناتي وباتصال شخصي لأنه بدهم يعرفوا ويدرسوا هاي الحالة لأنه أول وحدة بالعالم. مجدا للرب، مجدا للرب، هاليلويا هاليلويا. أسيس حضرتك طبعا لازم نتكلم على موضوع أنه طيب يعني أليس بمعجزة الشفاء لو الرب شفاه يتمجد الله أكثر حيث أن النفوس كثيرة تقبل وتؤمن بالله، يعني تقبل إلى الله. يعني قصدي مثلا لو الرب بيشفيه مش أحسن له أنه بيضل مقعد والناس بتشوف معجزة والناس بتحب المعجزات؟ إيه كيف التوفيق بين الحالة دي؟ الموضوع ده قديم جدا حضرتك. نعم. يعني لو بتذكر حضرتك الشعب في العهد القديم كانوا يوميا بيشوفوا معجزة المن اللي بينزل من السماء. يس. وحتى لما زهقوا شوية قالوا ربنا عايزين لحم
بعت لهم لحم وعايزين يشربوا، كان بيطلع مية من الصخر. معجزات عينية على فكرة قبل المعجزات دي حتى من أرض مصر، الله أخرجهم بزراع قوية. لكن التقرير بعد نهاية 40 سنة كتاب بيقول يا حضرة السيسي بأغلبهم لم يصر الله ولم يدخلوا راحته لعدم الإيمان. فلم يسهم المعجزات اليومية اللي كانت بتتشاف في أنه واحد فيهم تاب. نفس السيناريو ده حضرة السيسي في العهد الجديد، المسيح في متى 11 وبخ المدن اللي صنع فيها أكثر معجزاته، كورزين وبيت صيدا صنع فيها أكثر معجزاته، وقال لهم لو اتعملت المعجزات دي في مكان تاني كانوا تابوا في المسوح والرباب. فعمر المعجزة أو تكرار المعجزة ما هتخلي إنسان يتوب، لأنه الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. الإنسان اللي عايز يتوب هيقبل عمل المسيح، يفتح قلبه للمسيح، لكن ممكن يشوف معجزات كتيرة جدا وبرضه لسه مستني المزيد. والدليل على كده أقول لحضرتك في يوحنا 6 الأصحاح ده ابتدى بمعجزتين، المعجزة الأولانية المسيح أشبع الجموع، والمعجزة الثانية لما خلى التلاميذ يعدوا في المركب وهو راح لهم مش معاهم، فالجموع لما شافوه قالوا له كيف صرت إلى هنا، يعني عارفين إن في معجزة ولسه واكلين امبارح من الأكل من الخبز. بيقولوا له إيه يا حضرة في بداية الحوار؟ أية آية ترينا لنؤمن بك؟ أباءنا أكلوا المن في قال لهم لا، ده أباءكم أكلوا المن وماتوا، ماتوا يعني هلكوا. المعجزة اللي أوريها لكم عشان تأمنوا بابن الله أنا هو الخبز الحي. ففكرة إن إحنا يبقى في معجزة كده طبعا ممكن يحصل والرب بيعمل فعلا، ورح نضل نصلي إنه الرب يشفي الأخ الحبيب الأخ كارلوس، وبعدين مثل ما قلت في البداية يجي ويدق الباب علي أنا اللي أنا أمشي آمين لا بشريحة وبدون شريحة آمين باسم يسوع. إحنا عملنا كده حد أساس. يعني بولس لما أعطي شوكة في الجسد بيقول من أجل ذلك تضرعت إلى الرب 3 مرات. يعني مش إحنا نفسنا وعندنا إيمان وعندنا وعد إن الرب إن شاء الله في حلقة تاني مش عارفين بس بحسب مشيئته يجي بدون الكرسي ده. تضرعنا وصلينا وأخويا كارلوس حتى في خدام كانوا بيجوا من برة بيعملوا اجتماعات الشفاء اللي حضرتك تسمع عنها، ورحنا وصلينا وما زلنا بنصلي. لكن في الآخر كارلوس وإحنا معك في توقيت بنقبل توقيت الرب، بنقبل مشيئة الرب الصالحة بالنسبة له. آمين. اللي بيستخدمها أيضا لمجد اسم المسيح. أمين أمين. يعني لازم أحبائي نعرف نحن أنه الشفاء الله قادر أن يشفي في الحال، وأحيان كثيرة الله بياخد مراحل بالشفاء لأجل غاية معينة، وأحيان الرب ما بيشفي إلا بعد زمن طويل، وأحيان الواحد ممكن يشفى بالسماء وخلاص راح عند الرب. ففي طرق متنوعة بس نحن نثق بقدرة الله. طيب أخي كارلوس بدنا نتكلم قليلا عن رحلتك إلى أوروبا. رحت حوالي 5 شهور إلى أوروبا ودخلت في مكان معين حيث العلاجات المتنوعة لناس بالحروب بيبقوا يعني حالاتهم حالات ميؤوس منها. ففينا نسمع شوي اختبارات عن الموضوع وكيف الرب استخدمك، لأنه يعني الرب سامح بالأزمة مش بس حتى يعني كارلوس يبقى على الكرسي المتحرك، بل حتى يتمجد الرب من خلال مصائبنا، لأنه عنوان الحلقة أحبائي كيف يتمجد المسيح بمصائبنا. يعني هل الله قادر في الشدة اللي أنا فيها قادر يتمجد ويحولها للخير؟ تفضل أخي. الرب فتح باب السفر لأوروبا لمركز للعلاج وإعادة التأهيل. الدولة في نص أوروبا والمركز في نص الدولة في غابة بعيد جدا عن كل المواصلات. فالناس لتوصل لهونيك محتاجة يعني جهد غير اعتيادي، هي مجموعة مباني متواصلة مع بعضها بأنفاق وكلها للعلاج ولإعادة التأهيل. وهذا المكان موجود من أيام هتلر للحرب العالمية، ووقتها يعني كانوا العالم بالحرب بالضبط بتروح، وأنا هذا المركز بيجمع ناس كتير يعني من دول مختلفة بإصابات حرب متنوعة. فلما الرب فتح هذا الباب ورحت لهونيك، أنا هذا صار شيء جزء من طبيعتي، ابتسامي وسلامي ما إلهن علاقة أبدا بالمشكلة اللي أنا فيها أو بالشلل الرباعي. وأنا رحت بوحدة من أصعب الحالات وأصعب الإصابات والأمراض والشلل على مستوى العالم. فرحت لهونيك وأنا رايح بطبيعتي بالطبيعة الجديدة إنه أنا مبسوط ومبتسم. فهم طبعا من دخلت إلى المركز استغربوا إنه الناس بتيجي هم متعودين ولازم يكون هيك، إنه في تعاسة في كآبة في وزن في حزن. رائحة الموت طالعة من المكان بطريقة غير اعتيادية.
ودخلت وكأنه في نور دخل لهذا المكان. الناس كلها بدأت تسأل عليه وتعرف، بدأت تسأل أنه أنت جاي تتعالج، أنت جاي تتعالج، أنت عندك الابتسامة والقوة اللي نحن من نبذل جهدنا كله لأجل أنه الناس تقدر بس تبتسم شوية لتقدر تساعدنا بالعلاج، وأنت عندك هاي الابتسامة الكبيرة والقوة القوية. فبدأت اسمع وبدأت أقول للكل أنه أنا فيكم تشوفوا فيديوهاتي على اليوتيوب وتحضروا. فبدأت أنا بالممرات ومن علاج لعلاج بسمع الفيديوهات تبعي بالمكاتب تبعهم تبع المعالجين، وبدأوا يتداولوا أخباري. فأنا استغربت كتير أنه الفيديو بتاعك، يعني فيديوهات العلاجات اللي على اليوتيوب على قناتي اللي انت عم تدرب فيه وعم تعمل تمارين وكذا، هم بيكونوا عم يشوفوها هم عم يشوفوها. انا بسمع اصوات الترانيم لانه انا فيديوهاتي كلها بس تكون شهادة للرب كلها فيها ترانيم ومنتشره لشان تساعد ناس كتير سواء بالايمان او بالمشاكل والمصائب. فبدا الناس يلتمسوا من غير ما انا احكي، وممنوع اي حدا يقدر يوعظ، ممنوع اي حدا يروح يخدم تحت اي مسمى ديني، ممنوع على الاطلاق. ومشان هيك المكان فعلا في رائحه موت. يعني لو بيسمحوا في مجال، معلش وقطعتك، لو بيسمحوا باداره المستشفى انه يجيبوا اسم الرب المحب الشافي بيعطوا امل ورجاء. بس المشكله انه وجود الكثير من الاديان، وجود انه ما تقربش صوبي، ما تجرحليش مشاعري، ده حرم الناس من الامل الذي هو المسيح، الامل الحقيقي. نعم. فانا حسيت انه الرب بيقول أنا بدي أشهد في هذا المكان، لكن ما بقدر أجيب واعظ، ما بقدر أبعث كنيسة، أنا محتاج حدا يقدر يدخل لهذا المكان على كرسي. وأنا كان عندي هذا الاستعداد لأنه أنا كان شرطي من الرب أنه قبل ما سافر وأول سفرية لإلي قل له يا رب أنا ما بدي سافر إذا ما بدك تدخلني مرحلة أعمق معك. وفأنا بدأت استمتع بالرب كل يوم بطريقة غير اعتيادية بعيد عن كل الأجواء. فهنيك الرب بدأ يحكي معي بصوت جدا واضح، وبدأت قوة الله تظهر بطريقة غير اعتيادية، لأنه حربنا مع أرواح، في أرواح مسكرة المكان ومسكرة القلوب. أنا رفضت أني أنا أحكي أو جيب سيرة أي شيء إلا ما الناس بدأت لحالة تسأل، وقت الناس تسأل أنا عم جاوب، أنا مش عم وعظ، أنا مش عم يجي بشر، بس أنا عم أقول لهم أنه أنا اللي فيي غير اللي فيكم، في الرب. أنا ظروفي كشفت حقيقة قلبي، وأنا قلبي فعلا بحب الرب، وما عاد بدي شيء على الأرض مع الرب. المزمور 73 وفعلا هذا اللي مشى وخلى كتير ناس واختبارات تشهد. وبدأ المركز رسميا يستخدم الفيديوهات تبعي لحتى يبعثوها للعالم اللي بتسأل عن المركز، وناس بدأت تجي عن المركز بسبب الفيديوهات تبعي اللي هي مليانة وشهادة عن عمل الرب في حياتي خلال سنوات طويلة قبل 2018 السيسي. عجيب الرب، يعني الرب بيستخدم حتى ضعفنا لمجده، مثل ما قال له للقديس بولس، قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. يعني الله من ضعفنا بيقدر يتمجد، بس إذا أنا كنت قوي الله مش احتظر قوته فيي بهالمعنى. نعم. فذكرتني أخ كاروس بهذا الموضوع، بدي أقوله للأسيس يوسف بركي بيعلق عليه. قال في مرة واحد كتب تعليق وقال كان في فلاح مارق من عم يفلح في الأرض، وكان في وكر نمل، وهو شفق على النمل وكتار وما بده يضر الوكر، فصار يقول طب أنا إزاي أتكلم لغته، مش قادر أتواصل معهم، كيف بدي حتى أقول لهم زيحوا حيدوا من أمام السكة، من طريق السكة. قال يعني لو أنا نملة بقدر خبرهم بيهربوا، بيسمعوا مني بيهربوا. وبعدين علقت عليه وقال هكذا الله قرر أن يأتي إلى عالمنا، أخذ صورتنا، مثل ما بيقول كده المقدس، وإذ قد تشارك الأولاد أي بني البشر في اللحم والدم، اشترك المسيح الله الكلمة الأزلي، أخذ جسد من العذراء مريم المطوبة، اشترك هو كذلك أيضا فيهما حتى يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين كانوا خوفا من الموت جميع حياة، يعني كل أيام حياتهم جميعا تحت العبودية. فإنه الله عطانا مثل ما بيقولوا صورة حلوة. كارلوس نفس الشيء، الأخ كارلوس راح لهونيك على ويلتشير، قبلوه لو رايح يتمشى بيناتهم مش هيقبلوه، قالوا له أنت شو بفهمك بالألم؟ تفضل. زي ما الرب دعا إبراهيم وقال له أباركك وتكون بركة. نعم. فده البرنامج كان مع كارلوس. يعني الله من خلال الحادث باركه، فتح عينيه على شخص وعرف خلاص الرب. وزي ما سمعنا قبل الحادث كان شاب ضايع، كان شاب ملحد، حتى ما بيؤمنش بأي حاجة. من خلال الحادث، وده كان مشوار الحقيقة، وأنا يعني بفتخر جدا بكارلوس، لأنه خلال السنوات دي كله أذان صاغية، يعني أرض متعطشة، في كل مرة أروح له أو في كل مرة يجي الاجتماع متعطش جدا لكلمة الله، متعطش جدا للتعليم. فالرب بناه والرب باركه
ومش باركه بس البركة ليه هو، لكن كان بركة أيضا لكثيرين. يمكن يشاركنا لأنه هو شارك باختباره شخصيات كثيرة من اللي قابلهم في السفريات بتاعته، لكن الفيديوهات والنفوس اللي اتكلم معاها والنفوس اللي الرب استخدمه بيها كانت بركة عظيمة. لو تسمح لي بس هقول اختبار يمكن عديلي بيشوفنا دلوقتي في مصر، هو دكتور أستاذ جامعة وكان عمل عملية زرع كلى، والكلى بعد ما نجحت العملية ما اشتغلتش، وكان في حالة نفسية سيئة جدا يعني، وقعد فترة وكنا بنصلي وبنبكي بالدموع، ودخل في مرحلة كده أسيس انه زي ناقم يعني او متضايق، ليه ده بيحصل معاه ليه. وبعدين في ليلة من الليالي، شوف الشغل اللي ربنا عايز يعمله في حياة الإنسان، في ليلة من الليالي الرب جاب قدامه صورة كارلوس وقعد يراجع نفسه، قال يا رب يعني أنا الشاب اللي فقد حاجات كتيرة في حياته قادر يبتسم، وأنا متضايق وأنا زعلان وأنا مش عاجبني. والمشكلة اتحلت تاني يوم تقريبا أو بعد ساعات قليلة، ورجعت الكلى اشتغلت وبقى يعني شخص طبيعي. ده حالة من الحالات اللي الرب استخدمها. معانا برضو في بيرس شخص جالنا جديد من الأردن، ما كانش عنده أي فكرة عن الإيمان، وهو في اختباره قال أنا ما سمعتش أي وعظة في الكنيسة بتاعتكم، أنا شفت شاب مبتسم وقلت لا أنا عايز الإيمان اللي عند الشخص ده. ونشكر الرب برضه، هو أكيد يكون سمعنا أخ من إخوة كنيستنا في بيرس. فالله بارك، الله بارك كارلوس، والله استخدم كارلوس عشان يكون بركة لنفوس آخرين. آمين آمين آمين. أخي الحبيب، أنا عرفت أنه كمان أنك حضرتك رحت على ميلبون رحلتين بالحالة اللي حضرتك فيها، وبميلبون هناك طبعا صار معك يعني بركات، فبتحب هيك تعطينا اختبارات، لأنه أنا حابب أحبائي نستفيد من اختبارات الله في حياة الأخ كارلوس. الاختبار مش ملك مش ملك المؤمن ولا المؤمنة. أنا لما بصير معي اختبار من الله ده مش ملكي أنا، سأنه تعامل الله معي وشجعني وإلى ما هنالك، بس الاختبارات دي ملك الجميع لكي يتمجد الله في كل شيء. فياريت نسمع من حضرتك الاختبار ده، وكيف كان تأثير الوضع اللي أنت فيه على الناس حواليك. الرب فتح باب للسفر لمركز للعلاج بالأكسجين، المركز الوحيد في ميلبون، وكانت السفريات بشهر 1 2018. نعم. وشهر 1 2019 هاي السنة كمان. مثل ما قلت لك هذول السنتين كانوا بركة كتير كبيرة، والرب بعد ما شجع وبنى ومثل ما كان عم يقول القسيس عزاني ونماني وثبتني، بدأ الرب يشتغل حسب مشيئته، لأنه بده يوصل لأماكن زي ما أنت بتقول ما بده يوصل لأي إنسان طبيعي ولا كنيسي ولا خدام. ففرحت لأول مرة بشهر 1 2018 لمركز العلاج بالأكسجين. فللأسف المركز ده في كتير أطفال بتتعالج بسبب الشلل الدماغي، والأهل والوالدات يعني كلهم بتلاقيه في عندهم تعاسي وعندهم ألم أنه ليش ابننا، ليش لحتى يصير عندنا هاي الظروف. ومنها اتفاجأت برضو في نفس السنة أنه بطل العالم للتنس بيعمل الأكسجين لأنه كويس لجسده. فهذا بطل العالم اسمه نوفاك جوكوفيتش، هذا صديق كتير مقرب وقاله 7 سنوات بيروح على هذا المركز، وصاحب المركز رجل مؤمن بحب الله ووالده واعظ. فقبل ما خلص رحلة العلاج حكيت مع ناس، شجعت ناس أمهات وناس كتير يعني بتعمل هذا العلاج، وتركت كتاب مسيحي مع رسالة لنوفاك جوكوفيتش، وكانت عبارة عن صلاة وتحية. وخلال سنة 2018 كلها هو بيسأل علي لأنه شافني في المركز، شفته كذا مرة من بعيد وأنا بعمل العلاج، ومستغرب أنه أنا ببتس وبضحك. فصاحب المركز يضل يقول لي خلال السنة كلها أنه كتير حاب يشوفك، وهو طبعا يعني رجل من الصعب جدا أنك أصلا تحكي معه، ده مشهور كتير يعني مشهور بطل العالم رقم 1 على مستوى العالم بالتنس. فانفتح باب أني قبل ما سافر على تايلاند لازم روح أعمل علاج بالأكسجين استعدادا للخلايا الجذعية في تايلاند شهر 3. فرحت شهر 1 وفعلا كان ترتيب غير اعتيادي أني أنا كوب بنفس الفترة، وبعد ما أخذ البطولة نوفاك جوكوفيتش تبعت التنس في أستراليا أستراليان أوبن، صاحب المركز بيرتب جلسي بيني وبينه بيقول لي الجلسي مش حتتجاوز الخمس دقائق فبس عشان يسلم عليك. وفعلا تتمد القعدة لعشرين دقيقة، ونوفاك يعني حكيت له اختباري، حكيت له على وتشاركته بالإيمان. فاستغربت كتير يا أسيس جون أنه كيف الله بيجمع أضعف إنسان بالعالم مع أقوى إنسان بالعالم ويشتركوا بالإيمان ويشجعوا بعض
وقتها أنا فعلا بدأت أحس وأفهم أنه الرب بده يوصل ويحكي مع ناس ويوصل لأماكن كثيرة. ولكن هل يا ترى نحن عندنا هذا القلب اللي يقول له يا رب أنا حروح ولكن بشرط تباركني وبشرط تلمسني وتعزيني بشان نكون سبب بركة للآخرين؟ وكان فعلا لقاء مميز، وكان واحدة من اللقاءات الكثيرة اللي تلاقيت مع ناس كثير وحكيت لهم عن سبب الإيمان، لأنه الأماكن اللي بروح عليها ناس موجوعة، ناس متألمة، ناس عندها اليأس بس في حياتها. تروح وتشوف في حدا عنده ابتسامة، وهذا اللي ما قدر حدا يصدقه، انه ليش انت مبتسم؟ هل انت عم تغيظنا يعني؟ بالعكس، انا عندي مصيبة اكثر من مصيبتك، ولكن عندي سلام وعندي اله اكبر من الظروف. وهذا اللي انا قلت لك اياه امبارح بالكنيسة، انه او مش قلته، انا كنت عم بوعظ وحضرتك موجود في الكنيسة، وقلت له للاحباب للشعب يعني، قلت له يمكن البعض يفكر انه الاخ كارلوس عم يبتسم قدامنا، بس من يعلم، يمكن يكون عم يبكي على جنب وحزين وبس بسبب انه وجوده في الزحمة فعم يبتسم، لكن هي بالحقيقة لا، مش كده، لأنه عنده سلام من الله، سلام مثل ما هو مكتوب، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ما في شيء بيحفظ قلب الإنسان وفكره من الشتت واليأس وغيره وغيره إلا السلام الحقيقي اللي قال عنه الرب يسوع المسيح: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. فالسلام من عند الرب يسوع، ولا تستطيع قوة أن تسرق هذا السلام منه. طيب أنا بنعمة الرب اسمحوا لي شوية، في أحبة غالين علينا وعم يتبعوا معنا، منهم الأخ الحبيب خادم الرب المبارك الأخ إليا كيريلوس، وأخونا الحبيب أيضا خادم الرب المبارك والمرنم الأخ مازن البطارسي، كتبوا لنا تعليقات على الفيسبوك، وفي أحباء كتير كتبوا لنا على تعليقات، وفي ناس بيقولوا لك يعني مجدا للرب والرب يباركك ورب يشفيك وإلى ما هنالك. الأخ الحبيب الأخ إليا بيقول: الرب يبارككم إخوتي الغاليين القس جون والقس يوسف وأخي وحبيبي كارلوس، اللي بصدق بشوف فيه أكبر معجزة روحية رغم هذه التجربة الصعبة. كارلوس أقول بصدق سبب بركة لي في كل مرة شفته وفي كل اتصال معي، سبب تشجيع وبركة. يبارك الرب هذه الحلقة. الرب يباركك أخونا الحبيب، وبليز اذكرنا بصلاتك من فضلك، والرب يستخدمك لأنك خادم مبارك وأمين. الأخ الحبيب الأخ مازن بيقول، طبعا هو كتب تعليقات يعني تعليقين اثنين، بيقول: لقاء رائع جدا 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 وشهادة حية لمجد الرب يسوع، الرب يبارككم يا أحباء. بعدين قلت له للأخ مازن، أنا كتبت له، إذا بتشوفوني أحيانا عم بكتب، أنا مش أنا مركز مع الأحبة بس عم اتواصل مع الأحبة هنا، فقلت له بليز قلنا حاجة. فبيقول: هل من الممكن أنه الأخ كارلوس يشاركنا كيف يستطيع عمليا ويوميا أن ينتصر على الأفكار السلبية والإحباط وسهام عدو الخير إبليس؟ كيف بيقدر ينتصر عليها؟ نصائح عملية تساعد المتألمين، من خلالها بيتساعد المتألم. فإذا في مجال تفكر فيهم شوية، وناخد تعليق من الأخ الحبيب الأخ الفاضل الأخ الأسيس يوسف، وبعدين طبعا في عنا كتير تعليقات. بشكركم جدا من كل قلبي، وخاصة الأخت مها سكاو، يعني دائما دعم مستمر. الرب يباركك ونشكر الرب من أجلك. طبعا تعليقات سريعة، فإذا الأخ الأسيس يعني يوسف، نحن يعني إزاء هذا الوضع الذي نراه بأخينا الحبيب كارلوس، نحن عم نصلي حتى الرب يشفيه، والرب عطان معنويات مش طبيعية. فإذا ما فينا نقول أنه لما منصلي كمؤمنين أنه نحن الرب ما سمع لنا بصلاة الشفاء لأنه نحن ما عندناش إيمان. لا، نحن عندنا إيمان، بس نحن سلمنا القضية للرب. لأن في ناس أحيانا بيروحوا بيصلوا على شخص، إذا شوفي الشخص بيكون إيمان الواعظ أنه إيماني شفاه، إذا ما شوفي بيقولوا أنت ما عندكش إيمان مثلا. يعني مش كل الخدام يعملوها، بس أنه ممكن يعملها خادم مثلا. لا، ممكن الرب يسمح بتأخير الشفاء، لكن في وقت معين الله يتدخل، بيكون عمل مسرة الصلاح خلال خطة معينة حتى يتمجد. فضل. هو الموضوع مش قلة إيمان حد أسيس. نعم. وأقول لحضرتك الدليل. نعم. في أعمال 12 نفس الكنيسة، وتكرر نفس سيناريو أو نفس مشكلة. الرب يبارك. مد هيرودس يده ليسيء إلى الكنيسة. نعم. فأخذ يعقوب وقطع راسه بالسيف. الرب سمح. هي نفس الكنيسه، الكنيسه الاولى، مش كنيسه اولى وكنيسه تانية، يعني مش هنقول في البدايات يعني هم المجموعه هي ولابد ان الكنيسه صلت وصلت بالتاكيد. يس. وصلت لبطرس والرب نجى بطرس. وحتى في عبرانيين 11 بنلاقي الكلام ده، يعني في ناس نجوا من حد السيف وناس ماتوا قتلا بالسيف لمجد الايمان. هم نفس سحابه الشهود.
الحتة الجميلة حضر أسيس اللي انت كنت بتحكي عنها، هل كارلوس مبتسم مثلا قدامنا؟ انا هنا عشان اشهد لان انا معاه. انا حضرتك ضيف، احنا جايين ضيوف، لكن انا عايش معاه. وتقريبا يوميا يوميا بسمع صوت كارلوس في التليفون، وغالبا في الاسبوع بشوفه مره او مرتين. نشكر ربنا اجلك. السلام ده مش جاي يرسمه دلوقتي في الاستديو، ابدا ابدا. ده ناشئ من ايه يا حضرتك أسيس؟ ناشئ من قبوله ورضاه. كارلوس انا ما شفتش مره من المرات، والرب شاهد على هذا الكلام، ما في مره اتصل بيا وقال ليه ربنا عمل كده، ليه ربنا سمح بكده. احنا بنشوف ناس عندها حاجات اقل من كده بكتير حد اساسي. نعم. ويعتبوا على ربنا ويزعلوا من ربنا ويخصموا ربنا ويسيبوا ربنا. لا، كارلوس 8 سنين بعد حادث صعب جدا. تفاصيل حياة كارلوس لو كان في مجال هيحكي لنا عنها، بس هو حكى من دلوقتي من شوية يعني انه بيته كأنه زي مستشفى صغيرة، و24 ساعة محتاج عناية كاملة. يعني الممرضات اللي عنده في البيت شفتات، ما ينفعش يكون قاعد بدون ما حد يكون عينه مفتوحة عليه، لكن ما تزمرش يعني الممرضات كويسين مع كويسات معاه. ده هو كسب واحده فيهم للرب وبقت وبقت خطيبته. يمكن البعض بيتذكر انه بالحلقه الماضيه اللي طلع معايا فيها الاخ كارلوس، الاخت مونيك اللي هي طبعا حاليا خطيبته وكمان هي بتهتم بيه، شاركت معانا باختبارها كيف الرب تعامل معها وابنة المسيح. نعم. فطبعا الاخ كارلوس ما بحبش يدخل المواضيع كتير ببعضيها، بس نحن عم ندخل المواضيع. امين الرب. نعم تفضل. فده السلام ده جاي من حاله الرضا والشكر. نعم. هو قبل مشيئه الله وفهم ان الله يقدر يباركه. كارلوس دلوقتي مش اهتمامه الحاله دي تتغير امتى ولا تتغير ازاي، لا، كارلوس اهتمامه ازاي يمجد الله بحالته، ازاي الله يستخدمه زي ما سمعنا. yes. في ظروفه دي في اي مكان بيتحرك. yes. ما بقاش حد اساس الهدف اللي كارلوس عمال يجري او السراب اللي بيجري وراه هخف امتى واخف ازاي، دي سايبها لربنا. ده اقتناع الهي، ده سايبها لربنا وده رضا من عند الرب، لكن هو عايش بالشكر وفرح بيمجد المسيح. yeah. ده رضا من عند الرب. نعم. ده مش ده عمل الهي. احبائي على فكره، انا امبارح كنت انا وزوجتي ابتسام زرنا الاخ كارلوس والاخت مونيك معاه، شفته زرته بالاوتيل يعني، ونازل على فكره ببارامتا بس ما حدش يروح صوبه. ما انت قلت العنوان. بقى لكم العنوان بس ما تروحوش صوبه. شفت اشياء كثيره قديش محتاج عيناي مثل ما قال 24 ساعه يعني بشكل مش طبيعي. شفت اذا انت بتكون يعني احيان مقيد بظروف معينه خلال كم ساعه بتزهق روحك، يعني مش طايق نفسك بتكون. فازاي إيش معنى يعني واحد قاعد 24 ساعة على 24 ساعة متكل على آخر وراضي؟ فده أنا مش عم بمدح كارلوس بالذات مع أنه يمدح، لكن عم بمدح نعمة الله. نعم. وكارلوس ذات سواء، عشان هيك كتير، وإن شاء الله يكون في ناس من الأحبة المعاقين اللي أو الذين أصيبوا بي 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 بإعاقة يعني، لانه طبعا كل واحد منا معاق بشيء معين طبعا، بس كل واحد منا نسبه متفاوته بالاعاقه. اي ظروف يا اسيس، اي حد عنده ظروف صعبه، اي ظروف. فاي ممكن فعلا تخبرنا مثل ما قال الاخ مازن، يعني في ناس عم تشوفك، يمكن اللي عم بيشوفك من اللي عندهم عاهه معينه عم بيقول يا ريتني عملت مثل كارلوس، يمكن انا قاعد قلتهم على حالي ليل نهار ومش راضي وزعلان ويائس، يا ريتني عملت مثل كارلوس. شو بتحب تقول للجماعه؟ بحب اقول من اختبار ومن ظروف أليمة عمل فيها بشكل يومي بلا انقطاع، أن الظروف فرصة لتكشف للإنسان حقيقة قلبه. نعم. ممكن بالظروف العادية الكل يكون مثل بعضه، وهيك بيقول الكتاب المقدس. نعم. البيوت شكلها كلها مثل بعضها، ولكن لما حتيجي العاصفة حتيجي الظروف والحروب حتكشف حقيقة البيت المبني على الصخر. والبيت اللي مبني على الرمل لسه عنده فرصة يا أسيس جون. لأنه الظروف بالحرب وبالتشرد وبالأمراض وباللي عم نشوفه من عدو الخير في هذا العالم، الله بيعملها فرصة ليكشف للإنسان حقيقة قلبه لحتى يقدر يتوب ويثبت عينه على الرب. وهذا بيجيبني للجواب تبع السؤال الأخ الحبيب مازن بطارسي. نعم. الجواب لهذا السؤال هو أنت وين مثبت عينك؟ على الظروف؟ مثبت عينك على قديش أنا بدي أخذ لحتى أنا أقدر أعمل في حياتي؟ نعم. ولا مثبت عينك على الرب؟ إذا مثبت عينك على الرب، ثق وتأكد الظروف حتموت والألام حتموت والتحديات حتموت وحترتفع كل ما وضعت نفسك بين إيدين الرب. لأنه حتى لو راحت هاي الظروف من حياتي رح أرجع أمرض. yeah. رح أرجع أتعب، وكل واحد فينا عم يسمعنا
حتى اللي صلى صلاة شفاء وانشفى رح يرجع يمرض ويتعب. بس السؤال لما أنت بتمرض وتتعب بتتزمر ولا أنت بتقول له يا رب لتكن مشيئتك في حياتي، أنا واثق فيك، اتمجد فيي، اعلن يا رب. لأنه أنا بعتبر الظروف السيس جون مكبر صوت لله يقدر يحكي معنا. حلو. لأنه الإنسان بقوته ما بيعتمد إلا على حاله، ولكن لما كل شيء بينفقد من حواليه ما بقدر يشوف إلا الرب. وهذا اللي قلت عنه بجب الأسود، بأتون النار، بظروف أيوب، رسول بولس نفسه. فالظروف هاي بتخلينا نتواضع ونعرف حقيقة قلبنا، وتكون فرصة للعمق أو للنجاة للناس اللي بعيد عن الرب. طيب سؤال، يعني هلأ مثلا أنا عندي إعاقة معينة وعم تقلي أنه اقبل أرضى إلى ما هنالك، بس هي يمكن في مفتاح أساسي نبتدي منه. يعني كيف ما تقول، لما تفتح الباب هتدخل على كل غرف البيت، صح ولا لا؟ بس في مفتاح اللي هو الباب، في باب، والباب هو يسوع المسيح. إذا ما فيش، إذا ما كانش في علاقة مع النفس، بين النفس البشرية والمسيح رب المجد الذي أخذ جسدا من العذراء المطوبة وقدم جسده فدية ذبيحة عن العالم، الشخص ده إذا ما أخدش المسيح، لو تقرى على راسه جرايد هيبقى هو هو، صح ولا لا؟ لكن إذا دخل من المسيح الذي هو الباب، والمسيح عن نفسه بيوحنا 10 أنا هو الباب، إن دخل بي أحد يخلص. أوكي، فإذا لازم نقول لهم للأحبة شيء من هذا النوع، أنه تبتدي العلاقة بقبول المسيح. فضل. الظروف السيئة والظروف الحلوة بتبين حقيقة الإنسان. الإنسان الشرير حيستغل الظروف السيئة عشان يقول شفته، لو في الله ما كان صار معي هيك، وفعلا سمعت قصص عن ناس عملت هيك، صارت معه شغلات حلوة، أنا ماني بحاجة الرب. فعلى فكرة الظروف بس عشان تكشف قلبك وحقيقتك. الظروف عشان تورجي لك أنت هل إنسان فعلا هتطلب الرب في حياتك بظروفك الحلوة وبظروفك السيئة أو لا. ولكن فعلا يا أسيجي مثل ما أنت قلت، إحنا محتاجين لمخلص. الفلوس والصحة وتكون healthy wealthy هذا مش هيعطيك حياة أبدية، لأنك رح تضلك خاطئ. حتى وإنت على فكرة مريض وعلى شلل رباعي وعندك احتياجات خاصة، أنت بتضلك تعمل أمور شريرة في فكرك. فأنا هون بعمل دعوة خاصة مثل ما أنت قلت السيس جون، أنه إحنا بحاجة لمخلص يا أخوة، إحنا يا أحبائي بحاجة لمخلص فعلا يخلصنا من جسد الضعف حتى لو ما كان عندنا مرض، ويخلصنا من اعتمادنا على الصحة وعلى الفلوس، لأنه الرب إجا يعطينا حياة أبدية ويشينا من موت أبدي في اسمه سلطانه. آمين آمين. إذا السيس يوسف، لو جينا أخذنا الأمور هيك بقالب مختلف، إذا حتى وإن كنا نحن عندنا مرض، لأن في أحبة كتير بيعلموا بيقولك لا المرض لعنة يا خي، أوكي المرض لعنة، بس الرب عم نصلي له مش عم يشفينا، منؤمن أنه بيقدر يشفي وقادر على كل شيء ومش عم يشفينا، نؤمن انه لازم نتوب عن اي ضعف وعن اي خطيه، طبنا مثل ما بيقول الكتاب المقدس ان كان قد فعل خطيه تغفر له بحسب يعقوب، رساله يعقوب 5. طب والرب اخر الشفاء، يعني هل نقبل المرض، نستسلم، هل نكون بحاله انهزام، ام اننا نرضى بما سمح به الرب ونستخدمه لمجده في حاله يوميه الى ان ياتي الرب بالشفاء الكامل؟ هل ممكن نشرح الفكرة دي مثلا؟ طبعا زي ما يعني سبق وقلت ان بولس لما لقى عنده شوكة في الجسد، كرونس الثانية 12 قال اعطيت شوكة في الجسد، كبداية بيقول تضرعت الى الرب 3 مرات. ما الرب خلاص مشيئته فهم بولس. كانت هتبقى غلطة كبيرة لو كمل بدل 3 مرات مثلا 300 مرة او بقية العمر يتضرع، لكن فهم بولس ان في بديل، مش هشيل الشوكة لكن هديك نعمة تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. احنا بنشوف النهاردة قوة غير عادية، قوة غير طبيعية، دي قوة الله. فده مش حالة انهزام، لا لا، ده بديل، ده الله عنده بديل. انا مش هشيل الشوكة هخليها، لكن هديك قوتي او بنعمتي هديك قوة في ضعفك انت تكمل. والرسول وصل للقناعة ان يقول اصر، يعني ما بقاش عنده مشكلة، أصر بالضعفات وأصر بالشتائم، لأن حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. طيب خليني معلش لو شرحت أكتر شوي، لأنه في أحبة من أحبان المؤمنين شرحوها بأسلوب مختلف وقالوا أنه الشوكة دي هي أنه كان محاط بظروف صعبة، مش بقلق، مش بمرض معين. بعض الأحباء من خدام الرب اللي شرحوا الموضوع ده، وده التباس كبير بالتفسير.
الشوكة دي بس بيقول لنا هو النتائج بتاعتها. نعم. ومن ضمن النتائج دي نتيجة صعبة جدا. لا ملاك الشيطان. أنا عارف بس يلطمني حضرتك لو قطعتك سامحني. هو بيقولوا أنه الشوكة دي مش مرض في الجسم، مش عاهة معينة في الجسد، لا هي ظروف أنه محيطة به من ناس صعبين ظلموه واضطهدوه. أنا متأكد أنه هي عاهة في الجسد، يعني البعض بيقول أنه كان عنده مشكلة في عينيه وكان ما يقدرش يشوف بسهولة، وكان يشفي باسم المسيح ناس كتير كتير شفى ناس وحتى لبولس الرسول أقام موته. لكن الرب ما سمحلوش يشفى لغاية معينة. فهل هي حقيقة كما أنا أؤمن وكثيرون يؤمنون أنه هو عاهة في الجسد، أو أنه الشوكة دي ناس كانت عم تزعجه من برة لبرة؟ يعني على الأساس أيا كانت. نعم. هو قال أنه الموضوع ده سبب له ضعف بدليل اللي قال له قوتي في الضعف تكمن. ضعف جسدي، ضعف نفسي، ناس أزوه، صحته أزته. في الآخر هو حس أنه بيمر بضعف، أنه ضعيف قدام الشوكة دي. كان مش عايز الشوكة دي تبقى موجودة، يبقى بقوته. فالرب قال له لا، خليها وديك أنا قوتي، أنا قوتي في الضعف تكمن. فحينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. لأن بتحل عليه قوة المسيح. ده اللي بنختبره، أنه الضعف الجسدي الله يقدر من خلاله يتمجد ويظهر قوته، قوة الله. وقوة الله أعظم بكتير جدا جدا من إمكانياتنا إحنا بأنفسنا، بإمكانياتنا الذاتية وإمكانياتنا الشخصية. طيب أمين أمين، ليكن اسم الرب مبارك. أخي كارلوس، رحت على تايلاند، في رحلة رحت فيها على تايلاند وعملت فيها الستيم سيل اللي هو الخلايا الجذعية. وهل صار معك اختبارات معينة هناك مثلا بالنسبة لخدمة الرب وكيف الرب تمجد في المواضيع؟ كمان زيارة أخرى ورحلة أخرى كانت بشهر 3 بال 2019 من بعد رحلة ميلبورن لست أسابيع في تايلاند. أمور صعبة جدا. أنا قلت لك تايوان يمكن؟ قلت لك أنا قلت لك تايوان يمكن؟ لا تايلاند. تايلاند؟ لو أحيانا واحد على العجلة. يس. كما تعود دائما في كل مكان بفوت فيه الابتسامة والقوة اللي عندي بتذهل الفريق مع الدكاترة مع المرضى. وقلت لهم أنا أول ما فت على المستشفى باللقاء مع الدكتور قلت له شو المطلوب مني أعمله، لأن أنا أول مرة بعمل الخلايا الجذعية وأول مرة حعمل زرع للشريحة. بيطلع فيه الدكتور بينظر لي بطريقة لا تنسى وبيقول لي أنت ما مطلوب منك شيء أبدا. قال لي نحن بنعاني في هذا المستشفى أنه نخليهم يبتسموا، لأنه الابتسامة مع الخلايا الجذعية والراحة النفسية بتعمل فرق كتير كبير بالجسم. فقال لي أنت ما مطلوب منك شيء، أنت المطلوب منك أنك يا ريت تشارك هاي ابتسامتك وقوتك مع الناس اللي حواليك علشان يتشجعوا فيك. ومنها بدأت الاختبارات والانتصارات. في عندي كتير اختبارات، يعني تقريبا كل الأشخاص اللي كانوا موجودين هناك إجوا يحكوا معي. لكن أصعب اختبار أنا واجهته شاب من كندا عمره 28 سنة. أعمى من سنتين فقط، عماء كامل. كان إنسان بعيد عن الرب وشرير، والده معه، والده كان يسأل الناس اللي معي إنه ليش هذا بضل مبسوط، ليش هذا فرحان، ما شفت هيك. ابنه إجا يحكي معي وقعد معي جلستين أو ثلاثة. الجلسة الأولى قلت له العمى مش بالجسد والإعاقة مش بالجسد حسب الرسول بولس بالإعاقة بالجسد أو لا، العمى والإعاقة بالروح. أنت هدفك وعم تبذل كل مجهودك وفلوسك علشان تشوف بعيونك. طب أنا عندي سؤال، فتحت عيونك وين حتروح؟ حتروح لسه على الدراجز، على الألكحول، على الأمور السيئة اللي كنت تعملها والنسي بحياتك وتزيد الشر تبعك أضعاف الأضعاف، ولا بدك تنفتح عيونك الروحية ومنها بتكون سبب خلاص لنفسك وممكن بمشيئة الله الصالحة أنه الله يمد إيده بالشفاء عليك؟ وفعلا تأثره باللي صار معي وكلامي من الأول مرة رفض، تاني مرة بدأ يحكي ويقول لي أنا لولا ما انعميت كان رح يصير في وحدة من التنتين، يا أما رح موت من الدراجز يا أما حروح للسجن للأبد. بهذا التوقيت صار عندي العمى وبلش يعترف، بلش نفسه تلين. ووعدني آخر مرة أنا غرفتي مظلمة وحياتي مظلمة طول الوقت، فما حأخسر شيء ورح أطلب الرب يسوع المسيح في حياتي. هللويا. ومن وقتها كل الفيديوهات اللي بعملها وكل شيء بيتواصل معي، هو عنده طبعا أجهزة خاصة بالسمع كلها، فبدأ لحد الآن بيتواصل معي وبيتابع كل شيء بيصير معي. وهذا واحدة من اختبارات عديدة جدا خلال ست أسابيع، ولكن
برات المستشفى في أخوة بيعانوا من اضطهاد، في عائلتين أو أكثر بيعانوا من اضطهاد غير اعتيادي، اضطهدوا من عائلتهم واضطهدوا من أهلهم وصار عليهم يعني ملاحقات وراحوا لتايلاند، وهم في تايلاند معانين باللجوء والأمور الصعبة، وأنه نحن تركنا كل شيء في حياتنا وفي بلدنا علشان الرب. إحنا فين؟ ليش الله ما عم يعمل فيه معنا شيء وحياتهم تعاسي في تايلاند؟ وأنا سمعت عنهم من شهور طويلة وتواصلت معهم والرب فتح أبواب كثيرة لحتى أشترك معهم وشجعهم بالإيمان. ولما رحت لهونيك تقابلت معهم عد مرات عديدة كل أسبوع تقريبا. وبشكر الرب لأجل الكنيسة العربية اللي مدتني بمواد كتير، يعني أخذت معي مكتبي مسيحي لقلهم لأنه ما في شيء بالعربي هونيك ممنوع يتحركوا وملاحقين كمان. فيجوا لعندي على المستشفى، يعني ممنوع يبشروا بالمسيح بتالد. الأمور صعبة جدا. كتير تحفظات. رحت وأخذت معي كل شيء وبصلوات الكنيسة كمان، وشاركت أخوي كتير من أنت بتعرفهم في سيدني كمان، بشكر الرب عليهم. فتفاتوا لعندي على المستشفى وبدأوا يحكوا لي اختباراتهم، وهم عم يحكوا أنا بس عم ابتسم، متألمين تعبانين بيقولوا يا رب أنت ليش تاركنا وحتركنا كل شيء كرمالك. بس شافوني وحكوا معي، وما بتوصلوا من زمان على التليفون، بس لما شافوني بالجسد بهذا الوضع وهاي الابتسامة قالوا نحن ما عد قلنا أي شيء ما عد. وفعلا من وقتها بدأ الرب يديهم سلام غير اعتيادي، ونشكر الرب لأجلهم. في الرب يباركك. في الأخ ناجي بيقول سفير رائع ومنارة مضيئة للرب يسوع. فعلا يعني لأنه خدام الرب متنوعين، فخادم الرب الأخ كارلوس خدمته بهذه الطريقة، كل واحد منا بخدمة، كل واحد مثلا أنا راعي كنيسة ورجل ميديا، فهي هي الموهبة اللي الله أعطاني. الأخ كارلوس أنا ما فيني أعمل مثله، يا رب يساعدني ما فيني أعمل مثله، بس الرب أعطاه نعمة خادم سفير للمسيح بهذه الطريقة. فبيقول الأخ وين كنا، الأخ ناجي بيقول سفير رائع ومنارة مضيئة للرب يسوع رغم الظروف. الرب يباكك ويكمل العمل معك حبيبي كارلوس. نشكر رب يسوع المسيح. الأسيس هنري عازر بيقول حلقة قوية جدا، الرب يبارككم قس جون والقس يوسف والأخ الحبيب كارلوس، انت عظة حية حلوة لكل شخص يائس وبائس ومتذمر، الرب يستخدمك بركة لكثيرين. الأخت مها بتقول تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل، أمين. الأخت مارجي بتقول ما أحلى كلامك الذهب. أخي وصديقي الغالي كارلوس قلوبنا معك، تحملت كثير وصبرت عزيزي، ولكن ربنا سيخرجك من هذه المحنة وستشفى بالتمام باسم الرب يسوع. آمين باسم الرب يسوع، وسلام الرب يملأ حياتك وقلبك بنعمة المسيح. الأخت مها سكاو بتقول آية رقم 7، يبدو أنه مش عم تطلع منها الأخت آية للموضوع، موضوع الشوكة في الجسد. آية رقم 7 بتقول قال شوكة في الجسد، يعني الشوكة هي مش من الناس، هي شوكة في جسده خاص عنده ضعف عاهة معينة. بولس الرسول بيقول ولئلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد، مش من الناس، في جسدي، بيقول ملاك الشيطان ليلطمني لئلا أرتفع إلى ما هنالك. ربي باكك أخت مها ونشكر رب من أجلك، دائما دقيقة في الكتاب جدا جدا. أمين. يعني طبعا في لسه الأحبة عم يكتبوا لنا كتير أشياء، بس خليني أخذ من حضرتك أسيس يوسف التعليق الأخير، ومن الأخ الحبيب الأخ كارلوس التعليق الأخير، لأنه لازم من شوية شوية نخلص الحلقة. عايز أقول ملاحظتين أسيس في ختام الحلقة. الله ليه برنامج في حياة كل واحد مختلف عن التاني، يعني يمكن حد يشوفنا عنده نفس ظروف كارلوس بس مش هيكون عنده نفس البرنامج. يعني احنا عندنا جايز هنا في استراليا في إمكانيات أكتر من أي مكان تاني في العالم، لكن الله في كل حالة ومع كل شخص عنده برنامج. الله ما بيعملش كوبي وبيست. يعني صدقني ربي باكك يا أسيس يوسف، لأنه نفسي كان أنه تتوضح النقطة دي. حتى الشخص اللي قاعد في دول بعيدة وفقيرة جدا والحكومات مش عم تقدم له ولا حاجة، رح يقول يعني هو محظوظ وأنا آكل مقلب هون. فالربي باكك الله حيتدخل في ظروفه بحسب إمكانه، وإحنا اختبرنا كده. يعني الحالة اللي هو فيها في البلد اللي هو فيه بالزبط. الله معه. احنا في بلادنا اللي جينا منها في الظروف الضيقه وفي الاضطهاد وفي الظروف الصعبه وفي البيوت اللي كانت والامكانيات البسيطه، الله باركنا. بالعكس كانت في بركات كتيره جدا بامكانيات محدوده. فهو الموضوع مش امكانيات، الله بيبارك، وكل واحد ليه برنامج وكل واحد ليه خطه عظيمه ربنا مباركه فيها. المفتاح زي ما حضرتك بتقول اني اقبل الرب في حياتي،
بقبل عمل المسيح في حياتي، بقبل مشيئة الله، بقبل خطته مشيئة الله. النقطة الثانية اللي عايز بس بدي أقطع حتى أخذ المكالمة دي من تايلاند. فيبدو تكون في شيء من بنت الرب من تايلاند، فمش عارف مين يا أخ كارلوس من تايلاند. إن شاء الله تكون تحكي عربي طبعا. بنت الرب من تايلاند، إذا عم تفهميني بالعربي. هلو بنت الرب من تايلاند، حضرت المخرج هي حكيت معك عربي ولا إنجليزي ولا إيه؟ عربي. حكيت معك عربي. طيب أوراد بنت الرب، هلو بنت الرب معي، حضرتك معي على الهواء. هلو هي معاك. أهلا بيكي. معاك. اتفضلي أختي، اتفضلي حضرتك على الهواء. ألو يس أختي، اتفضلي اتفضلي احكي معنا، نحن عم نسمع حضرتك وأنت حضرتك على الهواء، تكلمي. اهلا وسهلا بكم كلكم وبكل المشاهدين، واهلا وسهلا بحضره الاستاذ جون وحضره الاستاذ يوسف. الرب يباكيك. قاعده بسمع دلوقتي، سامحوني انا مش الصوت مش واضح قوي. لا نحن سامعين حضرتك. سامعيني او لا؟ نحن سامعين حضرتك، اتفضلي. أنا فرحانة جدا إن أنا بتفرج على كارلوس النهاردة، وهو آية عظيمة كده لكل الناس، وأنا واحدة من ضمن الأسر دوم في تايلاند. يعني أنا كنت عايزة أشهد شهادة قدام ربنا، بس إحنا اعتبر ناس منفيين في تايلاند، ما لناش صوت، ما حدش يعرف عننا أي حاجة. حصلت معانا ظروف صعبة كتير جدا جدا جدا، ووسط الظروف دي يعني ربنا بعت لنا كارلوس. يعني ربنا تمجد معانا كتير يعني من خلال كارلوس. انا اسفة الصوت مش واضح. لا انا نحن عم نسمع حضرتك، عم نسمعك، تفضلي. اللي انا عايزه اقوله ان كارلوس عمره ما كان انسان متقاعد، او ان هو ما بيتحركش، او ما هو ما عندوش ايدين او رجلين ما بيتحركش. ده كله كلام مش صح خالص. كارلوس بيتحرك وبيجري وبيخدم ربنا بكل قلبه بكل قوته، والانسان ده انسان قوي جدا، اقوى من ناس كتير عندها ايدين ورجلين وبتتحرك. وانا بشهد شهاده قدام ربنا وقدام كل الناس بجد ان كارلوس يعني آية عظيمة جدا. أنا بشكر ربنا إن أنا عمري مش هيضيع، وإن أنا عمري لو ضاع هيضيع، وأنا تعرفت على شخص زي كارلوس. الإنسان ده بجد يعني أنا فرحانة إن ربنا ورانا كارلوس وتعرفنا على كارلوس. يعني كارلوس بجد مدلنا إيده، ورغم إن هو يبقى مثل حاجة للكتير يمدله إيده. يعني ماجدا للرب. إحنا واجهنا ظروف صعبة جدا في تايلاند، أنا وأسر في تايلاند، وكارلوس اتقابل معانا. احنا كنا نعتبر ميتين فعليا، مدفونين، لكن ربنا بعت لنا نقطة نور وهي كارلوس، وابتدى يتكلم معانا وابتدى يقوينا وابتدى يشجعنا ويصبرنا. واحنا هنا بجد احنا بنشهد لربنا يسوع المسيح، وبنقول يا رب احنا بنحبك يا رب، مهما كانت ظروفنا ومهما كانت الصعاب اللي احنا بنمر بيها. يعني ارجو بس ان حضرتك تديني بس يعني وقت كافي اقدر اتكلم فيه. يا ريتك اتصلتي بينا، يا ريتك اتصلتي بينا قبل ما يعني نقارب على الانتهاء. نحن بعد معنا 2 3 مينتس، يعني معنا 3 دقائق بالكثير. بس اذا فيك تختصري بسرعه يا ريت، تفضلي. لا يعني انا نفسي اشهد بس كده ان ربنا بيستخدم يعني جنود مخفيه كتيره جدا انه يمجدوا اسمه العظيم القدوس. وفي نفس الوقت يعني بشهد ان في ناس على مناصب وعلى كراسي وناس ذو قامه وقيمه ما عملوش كده وما مدوش ايديهم لينا ولا لاي حد، مش احنا بس، يعني لاي حد فعلا محتاج دعم او مساعده. يعني امين ده عمل عظيم قوي من ربنا، ودي ايه عظيمه انا شهدتها وشفتها في حياتي. يعني انا مش عارفه اتكلم كويس لان الصوت عندي منغش خالص. الرب يباكيك. لا بس الصوت واضح جدا جدا عندنا، واضح
والفكره والتعليق واصل جدا جدا، ونشكر الرب من اجلك، بنصلي انه الرب يعطيك نعمه حضرتك واللي معك باسم الرب يسوع، وكل من هم في حاله ضيق واحتياج باسم الرب يسوع يتنازل الرب الاله الغني بالمحبه، يتنازل برحمته ويتعامل مع كل النفوس نفسيا روحيا وجسديا باسم الرب يسوع المسيح، يرفع هذه النفوس التي هي بحاله الموت، لان رب الحياه موجود الا وهو ربنا يسوع المسيح، له الكرامه وله كل المجد الى ابد الابدين امين. رب يباركك يا اختنا باسم المسيح، وان شاء الله بنعمه الرب بنسمع من حضرتك فيما بعد، اتصال يكون بدري شويه وناخذ من حضرتك بعض الامور المفيده تنقدر نصلي لاجل هذه الحالات. الرب يكون معاكي. سيس يوسف انا مش عارف هقول لحضرتك ايه، قول لي من فضلك كلمه اخيره حتى نسلم الاخ كارلوس ونودع الحبه. احنا في الحلقه دي بنمجد الله يا سيس، احنا مش جايين نمجد انسان او نرفع من انسان، لكن بنمجد نعمه الله اللي في الانسان. وجمله اخيره كان اخويا كارلوس كتبها في مره وانا هقتبسها منه، هل تريد الله ام هل تريد من الله؟ ده كان شعاره، انت عايز من ربنا ولا انت عايز ربنا؟ كارلوس خد الاختيار الاولاني، انا عايز ربنا، واختار النصيب الصالح الذي لن ينزع منه الى الابد. امين امين. ربي باكك اسيس يوسف، ونشكر رب من اجلك، خدمتك حلو كتير، انك رجل متواضع، رجل صبور، رجل محب ومتاني. ربي يكمل معك ويحسن اليك ويبارك الاخت زوجتك الاخت الفاضله والكنيسه هناك، سلامي للجميع من فضلك، واذكرونا بصلاه خاصه أمين. ايضا للبرنامج ولقناه الكرمه، وانتم كمان صلوا. امين امين. اخي الوس حبيبنا نشكر رب من اجلك، بتحب تقول الكلمات الاخيره حتى نودع احبائنا؟ طبعا كثير ناس فرحانه بالحلقه وكثير ناس كتبوا، فعليا حضرتك بتشوف الفيسبوك، سامحوني ما قدرش اتكلم كل الكلمات، بس نحن سعداء جدا بتواصل حضراتكم معنا. تفضل اخي. بدي اعلن من هذا المكان بكلمه اخيره، انه انا ماني بطل الام وتحمل، انا بطل ايمان وعندي وعوده من الرب، وملتصق بكلمه الرب وثابت ومنتظر الرب وعمله، مهما كانت نتيجه هذا العمل هي رح تكون لمجده ولحتى يكون خير لاولاده ولخلاص النفوس. بدي اقول لكل مؤمن رومية 8:28، نحن انا وانت بنعرف انه كل الاشياء تعمل معا للخير للي بحبه الرب وللمدعوين حسب قصده. للانسان اللي بين الرب وبين العالم، بنصحك تستغل ظروفك، تستغل وضعك لحتى تحصل على قوه خلاص من عند الرب، فهي فرصه لإلك. وللناس اللي رافضين الرب وملحدين وبعيدين عنه، بقول لك انت هلا سمعت مني اختباري، يا ريت تختار اختياري لتجرب حياه جديده وتشاركني انتصاري. هللويا. ربي باكك، رائع جدا. نحن فعلا تباركنا جدا بحضور الرب في حياتك وبالخدمه اللي عملتها، والاحبه اخينا الاسيس فاضل الاسيس يوسف، بشكر رب من اجل كل اللي تواصلوا معنا بالفيسبوك، وايضا اذكروا اختنا اللي موجوده في تايلاند، ومش بس بتايلاند، في كل مكان، يعني العالم متالم والعالم بحاجه للمسيح. واقول الصدق من كل قلبي، من يتمتع بمحبه المسيح وروح المسيح بحل فيه هو خلاص صار أغنى أغنياء العالم، مش على المستوى المادي، على المستوى الروحاني. فمن أجل ذلك بنصح أحبائنا قبل ما أغلق الحلقة، باسم الرب يسوع بقول لك بليز اقبل المسيح مخلص شخصي لحياتك. إذا كنت مؤمن وضعيف قل له سامحني يا رب على تذمراتي، شددني وقويني واعطيني نعمة أعلم من أنت، أعلم قوتك، أختبر قوتك في حياتي. لكن الشخص اللي مش مختبر المسيح ولا قبل خلاص المسيح، بس بكلمات بسيطة بس بإيمان، اندم عن خطاياك، سلموا حياتك، قل له يا رب بسلمك حياتي، غسلني من خطاياي بدمك، لأنه المسيح مات على الصليب ذبيحة فدية من أجل العالم، وأنت واحد من هذا العالم. قل له سامحني واغفر لي خطاياي واعطيني نعمة الحياة الأبدية، واسكن فيي بروحك، الروح القدس بينعشك وبيعطيك قوة حياة باسم المسيح. وللرب إلهنا المجد الدائم إلى الأبد. وأنا بشكر رب من كل قلبي لأجل أحبائنا اللي خدمونا، ربي يبارك الأخ كارلوس، الأخ الأسيس يوسف، والأحبة والتيم اللي معانا، لأنه كان الحلقة محتاجة لدعم ويعني تجهيزات كتيرة، فبشكر رب من كل قلبي. وللآب والابن والروح القدس الإله الواحد نهدي كل مجد وكرامة الآن وإلى أبد الآبدين آمين. الرب معاكم آمين. إلى اللقاء بحلقة جديدة، أنت أن المسيح في مجيئه. ماذا يعني لك المسيح الذي فصل ميلاده التاريخ؟ هل تعتقد أن زيارة المسيح تركت تأثيراً كبيراً في العالم؟ هل انتهى دور المسيح بعد صعوده إلى السماء؟ برنامج أكثر من رأي، حوارات وآراء هامة